نشرة الأخبار مع رياض الياس وورود الموزاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة منتصف النهار والبداية من العناوين. بنفقة عدد من وزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، الكاظمي يبدأ جولته الأوروبية من باريس ويجتمع مع نظيره الفرنسية. خمسة قضاة وعدد من الخبراء، الإعلان عن إطلاق لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق بأحداث تظاهرات تشرين. استمرار الجدل بشأن تعديل قانون محكمة الاتحادية، والحكومة تخصص نحو 300 مليون دولار لمفوضية الانتخابات لإنجاز المتطلبات اللوجستية والفنية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي. وانخفاض جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم، البنك المركزي يؤكد أن سعر الصرف ثابت واحتياطي العملة الأجنبية جيد جدا. التفاصيل، أهلا بكم. عقد صباح اليوم اجتماع بين رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الفرنسي جان كاستيس في العاصمة الفرنسية باريس، التي وصلها الكاظمي على رأس وفد رفيع المستوى يوم أمس في إطار جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبريطانيا. ويضم الوفد الذي يرافق الكاظمي عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، ومن المقرر أن يجري الكاظمي عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في فرنسا للتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك. مشاهدينا، وجرت صباح اليوم في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الإنفاليد في العاصمة باريس مراسيم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة. وتوجه بعدها الكاظمي لقصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس. إلى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داوود أن زيارة الكاظمي تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا، كون العراق يريد أن يلعب دورا هاما في المنطقة. وأكد داوود خلال استضافته في نشرة سابقة أن الزيارة تهدف لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها إنشاء مترو في العاصمة بغداد، فضلا عن بناء عدد من المطارات في بعض المحافظات. الزيارة إلى فرنسا تحمل طابع سياسي في الأول، هو دعم أوروبا وفرنسا تحديدا إلى العراق، ورغبة العراق بلعب دوره السيادي والريادي في المنطقة. النقطة الثانية تتعلق ببعض المشاريع الاقتصادية، ما يتعلق بالقطار في بغداد، المترو نسميه، أو هناك مطارات في المحافظات الأساسية، وربما في المجال الزراعي أيضا ومجال صناعة الأغذية. فرنسا بلد متقدم، تم توقيع مذكرات تفاهم، دراسات جرت في السابق حول هذه المشاريع، رئيس الوزراء طلب دراسات إضافية، ولكن الرغبة موجودة. أيضا نحتاج إلى مطارات عديدة، فمن الطبيعي أن نتعاون مع بلدان العالم. تعاملنا مع أوروبا، ألمانيا وفرنسا أيضا يعتمد على فد عروض من الممكن تكون مقبولة، قروض ميسرة بعيدة المدى ندفعها تباعا، وفي نفس الوقت مقابل ذلك نحصل على تكنولوجيا متطورة. شركة ألستون لصنع القطارات في فرنسا تعتبر الريادية في العالم، ليس فقط نحن إزاء شراء ما هو موجود ومتاح بشكل سهل، ولكن تكنولوجيا ضعيف. العراق أيضا يبحث عن ناصية تكنولوجية وتقنية مقبولة. مشاهدينا، للحديث أكثر عن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى أوروبا، ينضم إلينا في الاستوديو محمد
السياسي الدكتور عصام الفيلي. سيد عصام، بداية أرحب بك معنا، ماذا يمكن أن تحمل هذه الزيارة إلى العراق خصوصا مع هذا الكم الكبير من التحديات التي تواجه الحكومة؟ تفضل. نعم، في البداية تحية لك يا سيدتي ولكل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد منذ اللحظة الأولى الذي استلم بها السيد الكاظمي ملف إدارة الحكومة العراقية حرص على أن يكون للبعد الاقتصادي في العراق هو الحاضر الأول، لسبب بسيط جدا، أن العراق ما زال يمثل بيئة خصبة سواء كان من حيث الحاجة أو الاستثمار، وعليه أراد أن يقيم علاقات اقتصادية متوازنة تمتاز بالحيادية بعيدا عن الصراعات المحاور العالمية في هذا الإطار. وكلنا يعلم طبيعة الصراع ما بين المحور الأمريكي والصيني، قد يدخل البلاد في أتون في هذا الإطار. نعم. لكن بالنسبة إلى زيارته، أنا أعتقد هو يدرك تماما أن العراق بحاجة إلى كثير من الاستثمارات، سواء كان هذا الاستثمار مباشر أو عن طريق عقد صفقات مع هذه الدول. يكفي أن نشير أن العراق اليوم في هذا الاتجاه يستورد يوميا ما قيمته 25 مليون لتر من الغاز والبنزين في هذا الإطار، وهذا يكلف الدولة وأعباؤها خزين. وكلنا يعلم أن العراق بلد يعوم على بحار من النفط، لو كانت هنالك مصافي، هذه المصافي تنشئ شركات عالمية فرنسية ألمانية، من ممكن أن نحقق الكثير من الموارد. وبالتالي كلنا يعلم من الناحية العملية أن برميل النفط بعد إقامته بعد ذهابه إلى التكرير يحقق فوائد ريعية 10 أضعافه. هذا طيب. ربما يكون جانب. سيد عصام، يعني أفهم من كلامك أنها لم تكن زيارة بروتوكولية، أي أنها حملت في طياتها تغييرات استثمارية واقتصادية جديدة للعراق؟ يعني أولا هي فيها جنبتين، جنب سياسية وجنب اقتصادية. الجنب الاقتصادية متعددة، خاصة هو ذهب إلى كبرى الدول العالمية، اليوم فرنسا غدا ألمانيا، وبالتالي التطور التقني الذي تشهده هذه الدول في بلد أرضه الزراعية كبيرة من الممكن أن يحقق ريع كبير للعراق. في مسألة أخرى عودا على بتحول كلام حضرتك، أنا أعتقد الجنب السياسية، رئيس الوزراء تحرك باتجاه سنجار وسعى إلى إخراج القوات، يعني الفصائل الموجودة وبالتحديد قوات البكك، يعني في هذا الإطار كما تعلمين سنجار محور صراع. ولكن حينما ذهب باتجاه إدخال القوات النظامية، القوات المتمثلة بقوات الشرطة الاتحادية، أراد أن يجعل هذه المنطقة بعيدة عن الصراع. قد يكون مواطن يسأل ما هو الربط في هذا الإطار، حتى يسد الأبواب أمام كل المبررات للتواجد التركي. ونعتقد أن رئيس الوزراء سيذهب لكي يقدم هذه الورقة إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى تشكل عنصر ضغط غدا، بالتحديد فرنسا لتشكل واحد من مرتكزات مجلس الأمن الدولي في هذا الاتجاه. لذلك طيب. أن البعد السياسي حاضر له. دكتور عصام، ابقى معي، أود الانتقال الآن إلى باريس ومدير مكتب العراقية هناك زميل مؤمل. مؤمل، ضعنا في أحداث الزيارة وأبرز المحاور التي شهدتها، وهل من لقاءات عقدت حتى اللحظة؟ تفضل. نعم ورود، كانت في مستهل هذه الزيارة في الجولة الأوروبية التي تشمل بالإضافة إلى باريس، برلين ولندن، كان في المستهل هو الاستقبال الرسمي في ساحة الشرف في بناية الإنفاليد الوطنية. كانت في الاستقبال أيضا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس باغلي، ومن ثم توجه دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قصر المانتيون، وهذا طبعا هو القصر الحكومي للحكومة الفرنسية. وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس. وأيضا نحن في الانتظار للتوجه إلى قصر الأليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتأكيد سيكون هذا الأهم في هذه الزيارة في لقاء الرئيس الفرنسي. ومن ثم طبعا ستكون هناك غداء عمل في قاعة نابليون تخوا، بالإضافة ستكون هناك لقاءات جانبية ما بعد قصر الأليزيه لرئيس الوزراء. سيكون هناك لقاء مع مدير عام منظمة اليونسكو وأيضا منظمة أرباب العمل الفرنسية. هذا فيما يخص جدول الزيارة.
بالتأكيد الوفد المرافق ستكون له لقاءات جانبية على مستوى الوزراء والمستشارين. ورود، طيب مؤمل، يعني عن اللقاءات التي حصلت حتى اللحظة، هل لديك فكرة عن أبرز الملفات التي طرحت أو نوقشت خلال هذه اللقاءات؟ نعم ورود، الآن بدأت اللقاءات تجري في مقر إقامة دولة رئيس الوزراء. اللقاءات الأهم ستكون ما بين محافظ البنك المركزي العراقي والنائب المحافظ البنك المركزي الفرنسي مسيو دونيس بو. وهذا اللقاء مهم جدا، هذا على رأس اللقاءات الموجودة حاليا في مقر الإقامة. ايضا ستكون هنالك يكون لقاء لهيئه رئيسه الهيئه الاستثمار الوطنيه العراقيه سهى النجار مع وكاله التنميه، وايضا هنالك لقاء لوزاره الماليه ممثله بوزير الماليه مع مدير عام هيئه الاسترداد، وهذا المنصب يعني مهم في وزاره الماليه، هذا يعني سيمثل الوزارة فيه السيد غومان، وسيد غومان طبعا هو مدير الهيئة العامة للاسترداد ومحاربة الجرائم المالية. هذا بالإضافة إلى لقاءات أخرى ستكون لوزير النفط، وأيضا مناقشة مذكرات التفاهم، وعلى رأسها الاتفاق على قطار بغداد المعلق. نعم، ذكرت مؤمل أبرز الشخصيات المرافقة، لكن في سؤال أخير، يعني هل لديك المعلومة عن المدة التي تستغرقها هذه الزيارة؟ الزيارة تنتهي فيما يخص باريس، أن الزيارة تنتهي لرئيس الوزراء مساء هذا اليوم، سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين، ومن ثم ما بعد لقاء المستشارة الألمانية ميركل سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن بعد غد. نعم مؤمل، بقي أن أشكرك لانضمامك معنا. مشاهدينا، جرت صباح اليوم في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الإنفاليد في العاصمة باريس مراسيم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. كان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني كما تشاهدون لكل من العراق وفرنسا. أيضا مشاهدينا، جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة، وتوجه بعدها الكاظمي لقصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس. Thank you.
نعم مشاهدينا، كانت هذه الصور من مراسيم استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة إلى باريس. وأود العودة الآن إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور عصام الفيلي. أهلا بك من جديد دكتور عصام. يعني هناك اتفاقات ومعاهدات واستثمارات وقعها العراق مع أمريكا، تعتقد أن جولة الكاظمي هذه في أوروبا يمكن أن تتعارض مع ما تم إبرامه مع أمريكا؟ لا، يعني أولا هنالك مسارات وهنالك أنساق في طبيعة الاستثمارات. أولا العراق اللي نتحدث عنه مثلا على سبيل المثال، ودعيني أضرب لك مثلا بالأرقام، العراق الذي تكاد تكون مساحته مقاربة إلى السويد، لكن نجد أن طول خطر يعني خطوط سكك الحديد لا تتعدى ما يقارب 2500 كيلومتر، في حين في السويد أكثر من 10800 كيلومتر. العراق بحاجة، هذا فقط في الجانب السككي وغيره، هنالك مسارات وأنساق يجب التعامل معها بجدية. اليوم العراق انتقل من وضع الحرب ووضع المواجهة إلى موضع البناء الاقتصادي. إضافة إلى كل هذا، هنالك نتحدث عن ما يقارب 60% من الأرض العراقية بحاجة إلى أعمار، تحدث عن المناطق الغربية، تحدث عن الموصل، صلاح الدين، وأيضا المناطق الجنوبية هي ليست أكثر سعادة بل هي أكثر تعاسة. نعم. في موضوع الحاجة إلى استثمار، هناك كثير من المساحة الواسعة للاستثمار تجعل العراق أن ينفتح على الجميع بما يخدم مصالحه. وأنا أعتقد أن السيد الكاظمي كونه رجل معلومة فأكيد لديه عدد كبير من الملفات الاقتصادية التي ممكن أن يطرقها بطريقة تعزز مكانة العراق. يعني دكتور، يعني تطرقت إلى هذه الملفات، أبرز الملفات التي تجدونها من الضروري طرحها والتباحث بشأنها في هذه الزيارة؟ يعني أنا أعتقد أولا موضوع الطاقة البديلة، مثلا إذا ذهب إلى ألمانيا، في ألمانيا الآن الخطة الألمانية تنص على أن تذهب ألمانيا باستثمار الطاقة البديلة بمقدار 60% من حاجتها إلى الطاقة. رب يكون العراق أن يستثمر في موضوع واحات الطاقة الشمسية على غرار ما جرى في مصر، هذه مسألة. المسألة الأخرى أنا أعتقد موضوع المصافي يجب أن يكون حاضرا في جدول رئيس الوزراء، بذلك يعني حقيقة يبعد الحكومة العراقية عن ويعزز مصادر مواردها المالية بدلا أن يذهب إلى الاستيراد، هذه مسألة جدا مهمة. هذه الاستيراد من موضوع الطاقة يعني النفط عفوا البنزين والغاز يكلف الحكومة العراقية ما يقارب 3 مليار دولار لو تحول العراق إلى منتج. موضوع الآخر موضوع استخراج الغاز المصاحب، هذا أيضا يجب أن يكون حاضرا. نعم. موضوع التطورات التقنية في الزراعة الحديثة، كلنا يعلم أن ألمانيا واحدة من الدول المتقدمة جدا، سواء كان من موضوع استخدام الآليات الحديثة، موضوع البذور المحسنة. يعني ما معقولة مصر ذهبت في قبل ما يقارب أكثر من شهر إلى إكمال زراعة آخر نخلة من 10 ملايين نخلة، والعراق ما زال يحتل المرتبة الرابع أو الخامس بالنسبة للعالم العربي. لذلك هذا الموضوع بحاجة إلى تفعيل والاعتماد على مصادر أخرى متمثلة في الزراعة. طيب. في الصناعة التحويلية، في نعم. كثير تحرير الاقتصاد العراقي من ضغوط، إضافة إلى صناعات البتروكيماوية يجب أن تكون حاضرة لدى العراق، لأن الآن العالم يتجه باتجاه صناعة البتروكيماوية كمرتكز من مرتكزات تعزيز مصادر الدخل له. دكتور عصام، دعنا نتحدث قليلا عن تدخلات التركية في شمال العراق. هل تعتقد أن هذه الجولة الأوروبية يمكن أن تلقي بظلالها على التدخلات التركية في شمال العراق؟ يعني أنا أعتقد بالنسبة لي العراق هذا الموضوع يعالجه بطريقتين. أولا الطريقة الواقعية العملية، مثل ما تحدثت أنا رئيس الوزراء حينما دعا إلى استدعاء القوات الشرطة الاتحادية لدخول إلى سنجار، وبالتالي أراد أن يبعد العراق عن ساحة الصراع التركي الكردي المتمثل بالبككة، هذه مسألة جدا مهمة. نعم. إضافة إلى كل هذا حتى يسد الباب غدا حينما تقول الحكومة التركية أن العراق لم يتحرك باتجاه البككة، هذه مسألة مهمة بالنسبة له. وأنا أعتقد أن عناصر الضغط الأوروبية باتجاه تركيا حاضرة، هنالك كثير من الملفات، وكلنا يعلم كلما ازداد حدة التقاطع ما بين تركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي أحيانا يدخلون في مجال الضغط على تركيا، مثل ملف القضية الأرمنية، هذه مسألة. الضغوط الأوروبية كانت حاضرة على تركيا حتى باتجاه استثمار حقول الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولذلك أقول أن العراق يريد أن لا يبتز تركيا، ولا يريد في وقت نفسه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات. نعم. يريد أن تكون العراق أراضي خالية من أي
تواجد عسكري في هذا الإطار إلا إذا ما كان اتفاق مبرم ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية ضمن أطر قانونية موحدة. طيب يعني أود العودة إلى الجانب الاقتصادي هنا، هل هناك اتفاق بين ألمانيا فرنسا بريطانيا بالتوجه إلى العراق وإنشاء مجموعة من الاستثمارات؟ يعني حتى نكون بشيء من الموضوعية، أنا أعتقد أن لا استثمار في العراق يحصل ما لم تكون هنالك قناعة لدى كل القوى السياسية. أولا يجب إعادة بناء العراق، هذه مسألة يجب أن لا يتعرض للاستثمار لا إلى التهديد ولا إلى الابتزاز. مشكلتنا كثير من القوى السياسية أحيانا تمتلك أذرع مسلحة، هذه الأذرع المسلحة حقيقة تحاول أن تختطف الدولة بصورة أو بأخرى، هذه مسألة يعني واضحة. يعني أنت تقصد في كلامك أن البيئة الاستثمارية غير صالحة في العراق؟ لا هي مو غير صالحة، يعني هنالك مناطق صالحة للاستثمار على فكرة. نعم. هنالك مناطق صالحة للاستثمار وقادرة، وشركات يعني حتى السفارات الدول والدول الكبرى بما فيها العربية أبرمت اتفاقيات مع بعض المناطق التي لا تتعرض إلى التهديد، ومن الممكن أن يكون هنالك استثمار في هذا الإطار. لذلك أقول أن رئيس الوزراء يدرك والعالم كله يدرك متى ما حضر الاقتصاد والاستثمار سيكون توجه الناس إلى الحياة الاقتصادية ويتركوا كل شكل من أشكال السلاح. الحياة قائمة على الاقتصاد، وحتى أقول أن التوتر الداخلي في هذا الإطار يعالج من خلال وجود الاستثمار الذي يجب أن يكون قناعة لدى القوى السياسية أن حمل السلاح لم يعد مجديا الآن، لم تعد المواجهة رجل لرجل ولا دولة لدولة أمام التطورات التقنية القائمة على الضربات السبرانية التي تكاد تكون توجيه الضربة عابرة للقارات في هذا الإطار. لذلك يجب أن تكون إعادة قراءة بما يجنب العراق مزيد من المواجهة والاحتقان مع كثير من الجهات، ويجب أن ينعم المواطن بحياة مستقرة تكون على الأقل على أيدي الأحزاب الثورية التي تقول نحن قاتلنا النظام السابق في يوم من الأيام من أجل خلق استقرار، فاليوم هذه ساحة هي ساحة اختبار حقيقية لكل الجهات. نعم دكتور عصام ابقى معي، هناك صور تصل الآن مشاهدينا. وردنا قبل قليل توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين العراق وفرنسا بعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنظيره الفرنسي جان كاستيكس. هذه الصور تصلنا الآن مشاهدينا، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين العراق وفرنسا بعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنظيره الفرنسي جان كاستيكس. كما تشاهدون مراسيم توقيع هذه المذكرات والاتفاقات الثنائية مشاهدينا بين العراق وفرنسا. Pour la présentation d'une lettre d'intention sur le projet d'extension du réseau électrique irakien d'interconnexion avec le réseau jordanien préalablement signé à Bagdad. Jérôme Pécresse, رئيس ومدير General Electric Renewable Energy والسيد حميد نعيم الجيزي نعم مشاهدينا، كان معنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي. دكتور عصام بقي أن أشكرك لانضمامك معنا، تحية لك. 5 قضاة وعدد من الخبراء الإعلان عن إطلاق لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق بأحداث تظاهرات تشرين. استمرار الجدل بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والحكومة تخصص نحو 300 مليون دولار لمفوضية الانتخابات لإنجاز المتطلبات اللوجستية والفنية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي.
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم، والبنك المركزي يؤكد أن سعر الصرف ثابت واحتياطي العملة الأجنبية جيد جدا. وقبيل توجهه إلى جولته الأوروبية، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل فريق لتقصي الحقائق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا. الكاظمي أكد خلال لقائه فريق تقصي الحقائق أن تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفا مسؤولا عن الدولة أمام دماء شعبها. ويضم الفريق 5 من القضاة المتقاعدين مدعومين بعدد من المحققين والخبراء. هذا وظهرت وثيقة الأمر الديوانية الخاصة بتشكيل فريق للتقصي الصلاحيات التي منحت لها، حيث يتولى الفريق اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصي عن الأحداث الخاصة بالعنف التي رافقت احتجاجات تشرين وما بعدها وتحديد أسبابها والمقصرين فيها. كما سيقوم الفريق الذي يرتبط بمكتب رئيس الوزراء بالاستماع إلى الشهود والضحايا وذوي المجنى عليهم ويطلع على الوثائق ذات الصلة بالموضوع. كما منح الفريق حق الاستعانة بالمختصين والخبراء المحليين والدوليين لإنجاز عمله ومفاتحة الوزارات والجهات المرتبطة بالوزارات والمحافظات فيما يتعلق بعمله. كما ينسق الفريق مع وزارتي الداخلية والعدل لتنسيب وتكليف عدد من الموظفين المختصين في مجال التحقيقات والشؤون الإدارية للمدة التي يتطلبها العمل، ومنح الفريق أيضا حق إحالة تقارير عمله إلى القضاء. في الديوانية، نظم العشرات من المهندسين اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالتعيين في مصافي المحافظة والشركات النفطية التابعة لوزارة النفط. نحن مهندسين لا نطالب إلا بأبسط حقوقنا اللي هو التعيين، اللي هو المفروض انه يكون حق، يعني حق انه مو مطالب، انه يكون للفرد، لاي فرد بالدوله. لكن للاسف ما شفنا اي نتيجه لا من المحافظ ولا من وزاره النفط ولا اي تفاعل بالخصوص من المحافظه، خاصه من المحافظ شخصيا. نحن معتصمين مهندسي مصفى الديوانيه اللي مضى على اعتصامنا تقريبا 10 اشهر لحد الان، واحنا مطلبنا الاساسي والرئيسي ولا نتعب ولا نمل من عده ولا نتراجع، خلي يكون ببال الحكومه المحليه وببال الحكومه المركزيه وبال الوزير ان ما نتعب ولا نتراجع الا لحد تحقيق مطالبنا. نريد احنا الوعود اللي طونا اياها، احنا محصلين سابقا كتاب من الوزير السابق ثامر الغضبان، ومحصلين كتاب من مدير المصفى بكل العدد وكل الاختصاصات. احنا مهندسين من مختلف الاختصاصات، اللي نريده هو التعيين. استمرار الجدل بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والحكومة تخصص نحو 300 مليون دولار لمفوضية الانتخابات لإنجاز المتطلبات اللوجستية والفنية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي. وانخفاض جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم، البنك المركزي يؤكد أن سعر الصرف ثابت واحتياطي العملة الأجنبية جيد جدا. نفت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ما تناولته بعض وسائل التواصل بشأن رواتب أعضاء المجلس. الدائرة أكدت استعدادها لتقديم أي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح، ومشيرة إلى أن المجلس لا يحدد راتب النائب حسب القانون، وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 بهذا الخصوص، مضيفة أن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 4 بالألف
من الموازنة العامة للدولة. جدل سياسي وقانوني حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وهو ما سبب الخلافات داخل مجلس النواب وعدم قدرة أعضاء المحكمة على ممارسة مهامهم الدستورية. نواب أكدوا أن هناك قوى سياسية تريد تشكيل محكمة جديدة، وهذا يتطلب تشريع قانون للمحكمة، فيما أشار خبراء في القانون إلى أن هناك بعض القوى لا تريد إجراء التعديل كي لا تجري انتخابات مبكرة. مأزق قانوني ودستوري يواجه البلاد بعد اختلال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية، ففي ظل عدم وجود نص قانوني لاستبدال الأعضاء وعجز مجلس النواب عن إقرار قانون جديد، باتت أعلى هيئة قانونية عراقية معطلة وليس بمقدورها ممارسة مهامها الدستورية، ولا يمكن الخروج من هذا الفراغ الدستوري إلا بإقرار القانون الجديد أو تعديل القانون النافذ. حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية في وضعه الحالي عن طريق تعديل قانون المحكمة الاتحادية النافذ الحالي رقم 30 لسنة 2005، ولكن هنالك قوى سياسية تريد تشكيل محكمة جديدة، يعني بتشكيل جديد، وهذا يتطلب حقيقة تشكيل يعني تشريع قانون المحكمة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور. خبراء قانونيون أشاروا إلى أن تعديل المادة الخاصة باستبدال الأعضاء في القانون الحالي هو الحل الأمثل والأسرع لاستكمال النصاب القانوني للمحكمة قبيل موعد الانتخابات المبكرة، لأن إقرار القانون الجديد يحتاج إلى تصويت ثلثي النواب، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن. القانون الجديد النص عليه الدستور نحتاج إلى 220 نائب لإصداره، في حين التعديل نحتاج إلى 83 نائب فقط. فالخلافات كلها أساسها شنو؟ أن هنالك البعض ممن لا يريد انتخابات مبكرة، خصم الكلام كذلك. ورغم تقديم مشروع قانون جديد للمحكمة الاتحادية منذ أكثر من 15 عاما، إلا أنه لم يمرر بسبب خلافات سياسية حادة على بعض المواد، ولا سيما المتعلقة بالجهة التي ترشح أعضاء المحكمة والجهة التي تصادق عليهم. ووفقا لقانونيين، فإن عدم المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل بعض موادها يهدد بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة، لأن القانون الحالي ينص على أن اجتماعات المحكمة الاتحادية تعقد بكامل أعضائها، وهي فقرة لا تتوفر حاليا. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. تعطيل قانون الانتخابات داخل قبة مجلس النواب في ظل الخلافات السياسية حوله، رغم تأكيد مفوضية الانتخابات حاجتها لتسريع خطواتها من أجل إجراء الاستحقاق الانتخابي. الحكومة من جانبها خصصت نحو 300 مليون دولار إلى المفوضية، وذلك من أجل إنجاز جميع المتطلبات اللوجستية والفنية للاستحقاق الانتخابي. ما بين 250 إلى 300 مليون دولار خصصتها الحكومة كموازنة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز جميع المتطلبات الفنية واللوجستية للاستحقاق الانتخابي المبكر في السادس من حزيران المقبل. عندما تصل المفوضية قانون الانتخابات، عند ذلك يبدأ خط الشروع. إذا بدأت في خط الشروع سوف تحتاج إلى لوجستيات ومستلزمات كثيرة، بدءا بالمطبوعات الورقيات، ثم إلى الأحبار، ثم إلى الأجهزة. ما أعرف النظام يبقى النظام الكوري أم يتغير الأجهزة الكورية أم يتغير الأجهزة، فضلا عن الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان تتطلب أموال كذلك. لذلك لحد الآن لم تحدد معالم هذا الصورة لغاية اليوم. آلية توزيع الدوائر الانتخابية وتحديث سجلات الناخبين، فضلا عن اختيار الشركة الفاحصة للأجهزة الألكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، مهمة فنية وحساسة يتوجب حسمها من قبل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع مجلس النواب لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات.
المفوضية بحاجة إلى التسريع من خطواتها من خلال إسناد الحكومة وإسناد السلطة التشريعية. لا يزال القانون متعثر، ولو أن الحكومة أرسلت مبالغ لإجراء عملية تحديث سجل الناخبين، وأعتقد باشرة المفوضية بوضع الخطط لهذه العملية المهمة لكي تستعمل البطاقة البيومترية بدلا من البطاقة القديمة. ووصل عدد الناخبين المسجلين بيومتريا أكثر من 15 مليون مواطن من أصل أكثر من 26 مليون يحق لهم التصويت، فيما وصل عدد البطاقات البيومترية أكثر من 14 مليون بطاقة، وزع منها حتى الآن أكثر من 11 مليون بطاقة. مؤيد الفردوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار أمام الدينار اليوم، والبنك المركزي يؤكد أن سعر الصرف ثابت واحتياطي العملة الأجنبية جيد جدا. أكد وزير المالية علي علاوي أن معالجة الأزمة الحالية تحتاج إلى إصلاح حقيقي. وضح الوزير أن الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره لاقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين، مؤكدا أن مرحلة الرهينة يجب أن تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يخدم مصلحة البلد. الورقة الحكومية البيضاء أصبحت حديث الساعة بسبب مضمونها وما جاء في بنودها. اقتصاديون انتقدوا غياب التواريخ والأرقام ونسبة السيولة النقدية من الورقة الإصلاحية، فيما يرى بعضهم ضرورة وضع جدوى اقتصادية والاهتمام بالشركات الاستثمارية في العراق والتي يبلغ عددها نحو 7000 شركة. ورقة حكومية بيضاء مضمونها البحث في استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي، ومن خلال محاور تتطلب التغيير في نمطية الاقتصاد ولو بشكل أولي. خبراء الاقتصاد والمال تحدثوا عن أهمية هذه الورقة والبنود التي احتوتها وما هي معالجاتها الطويلة الأمد، إلا أنهم أكدوا في ذات الوقت عن خلو هذه الورقة من التواريخ والأرقام التي تحدد مديات التنفيذ ونسبة السيولة النقدية التي ستتحقق من جراء الالتزام بتطبيق بنود هذه الورقة. لابد من تثبيت تواريخ للتنفيذ ومتابعة التنفيذ وتحديد المكامن الإخفاق لتخطي هذه العملية وتحقيق نجاحات مستقبلية. الفساد لم يجر تحديد واضح لمحاربة الفساد وتحديده، رغم أنه على الواقع العملي أكو هناك محاسبات. وبالرغم من أن هذه الورقة أوجدت علاجات وبشكل نظري لبعض مفاصل الاقتصاد في البلاد، إلا أنها كانت عرضة للنقاش والحوار ومن مختلف شرائح المجتمع العراقي، ولعل أبرز هذه النقاشات كانت داخل الأوساط التخصصية في الاقتصاد التي ركزت على أحد البنود التي جاءت بها هذه الورقة، وخصوصا مسألة الشركات الممولة ذاتيا. الشركات اللي تحتاج في وزارة الصناعة بالحدود 7000 إلى 9000 شركة، منها عاطلة مدبرة، منها تشتغل تمويل ذاتي، منها تشتغل على معونات الدولة، رواتبها، قروضها، شغلاتها، مصاريفها. هنا تجي دراسة الجدوى الاقتصادية. وتعمل هذه الورقة على تحقيق إصلاحات اقتصادية كلية من خلال تأهيل القطاع المالي والمصرفي والتركيز على قطاعي الزراعة والنفط، كما تعمل أيضا على تفعيل صندوق القطاع الخاص. وتعد هذه الورقة بمثابة خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.
أمنيا ألقت مفرز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية القبض على المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك ديالى عام 2017 في قطع العظيم المكنى أبو طه البكري. وأضافت أن معتقل مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وذلك لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير، ومؤكدا أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. شرعت قيادة عمليات نينوى بعملية أمنية واسعة لتطهير جزيرة قنعوص جنوبي الموصل من عصابات داعش الإرهابية. من جانبها أعلنت قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والقطاعات الملحقة مباشرتها بعملية إسناد واسعة لقطاعات الجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش، حيث أضافت أن العملية تهدف لتطهير وتأمين قنعوص من عناصر داعش الإرهابي الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياها الإجرامية، وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة أشجارها. إذن متابعينا، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. أهلا بك سيادة اللواء. إذا منطقة قنعوص دائما ما تشهد هذه المنطقة عمليات عسكرية لفرض الأمن فيها، إلى أين وصلت عمليات السيطرة على المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة الآن من قنعوص، من جزيرة قنعوص اللي هي جنوب مفرق الشرقاط أو القيارة عفوا، هذه المنطقة الحقيقة كانت تشهد في السابق عمليات إرهابية وتجمع للإرهابيين، وتواجد هؤلاء الإرهابيين في هذه المنطقة يعطي لهم مانع طبيعي ألا وهو الجزيرة المحاطة في أنهر ووسط نهر دجلة. هذه العملية اليوم اللي انطلقت سبقتها سلسلة من العمليات والضربات الجوية الاستباقية لتواجد هؤلاء الإرهابيين في تلك المنطقة، كانت تؤثر على جنوب الموصل وجنوب كركوك، وكذلك تجمع للإرهابيين والانطلاق باتجاه شمال ديالى وصلاح الدين. العملية تكمن أهميتها في أولا تجفيف منابع الإرهاب، ملاحقة وإدامة الضغط على الإرهابيين، واليوم كانت العملية مهمة جدا عندما انطلقت قواتنا اللي هي فقط من الجيش العراقي والقوات الخاصة العراقية. أؤكد أنه هذه العملية هي فقط تشترك فيها الجيش العراقي والقوات الخاصة العراقية، الجيش العراقي المتمثل بفرقة 16 قيادة عمليات نينوى، والقوات الخاصة اللي تابعة إلى رئاسة أركان الجيش. أشرف على هذه العملية قائد القوات البرية وكذلك رئيس أركان الجيش الذي قام بزيارة، ونائب قائد العمليات المشتركة للإطلاع والإشراف على عملية بناء الجسر العائم الذي تم انطلاق القوات المسلحة باتجاه الجزيرة، و تم قبل ذلك استهداف الإرهابيين بسلسلة من الضربات المدفعية التي أدت إلى تدمير مضافاتهم وقتل عدد كبير منهم. العملية مستمرة، توزيع القطاعات أيضا مستمر في تلك الجزيرة وفتح طرق، وهذه هي أول مرة تدخل بها القوات الجيش العراقي والقوات الخاصة العراقية إلى تلك الجزيرة التي كانت في السابق مأوى للإرهابيين. نعم، وضحت الصورة. المتحدث باسم العمليات المشتركة سيادة اللواء تحسين الخفاجي كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا محبي الرياضة، نترككم مع نجاح والأخبار الرياضية. إليك نجاح. شكرا للزملاء ورود.